على الرغم من التجهيزات التي تم توفيرها بشاطئ اسطيحات بشفشاون لاستقبال الزوار وتمتيعهم بعطلة تتوفر على معايير السلامة والأمان، يظل هناك من يقصد شاطئ الجون باسطيحات الذي يغري كل باحث عن الهدوء وإن كان شاطئا غير محروس. اختيار الشواطئ غير المحروسة يبقى من الأمور التي تلفها الخطورة رغم الحيطة التي قد يتخذها بعض قاصدي المكان. مؤسف لأن نرى يثير انتباه ديالنا الاطفال باقيين صغار يلاه نساو من الموسم الدراسي المتعب وكيعوموا في واحد الشاطئ غير محروس. كيعجبنا نجيو نعوموا هنايا واخا بالرغم انه منطقه غير محروسه، كيعجبنا نجيو من هنايا ولكن المهم كناخذوا الاحتياطات ديالنا وكلشي ديالنا ما كنغرقوش بزاف. هؤلاء الصغار اختاروا الاستمتاع بعطلتهم بدون مرافق وبشاطئ غير محروس، وخلف هذه الصخور تكمن العديد من المخاطر، مخاطر يتجنبها من يهتم بجانب السلامة في تحديد اختياره للشاطئ الذي يقصده، فقد تكون نتيجة الانزواء بعيدا عن أعين السباحين المنقذين المتواجدين بالشواطئ المحروسة وخيمة. حكم احنا جينا لهذا البحر السطيحات لانه كما كتشوفوا وراء ديالي انه مؤمن بالوقايه المدنيه، والحمد لله حنا كنجيو هذا البحر هذا علاش كنلقاو وليداتنا كيلعبوا في امان ونقي الحمد لله. وانا كنشجع المغاربه انهم يمشيو للبحور اللي كيكونوا فيهم الامان وفيهم الامن. الاماكن غير المحروسه على مستوى الشواطئ كما الاودية